مصري، اهلا بيك معانا في مبتدا والف مبروك على التكريم. عايزاك تكلمني على التكريم النهارده، وما شاء الله 90 90، بيتهيألي 2016 كانت سنه التكريمات كلها. يعني كلمني على التكريم، البرنامج بتاعك. اول حاجه الف مبروك 90 90 احسن اذاعه، الحمد لله زي ما انت قلتي مش 2016 بس، يعني 2015 ومن قبل كمان، استفتاء جمهور 90 90 رقم واحد. فرحه خاصه طبعا بالنسبه لي ان المانيفيستو يبقى احسن برنامج اذاعي، برنامج سياسي وثقافي، ويبقى الناس متفاعلة معاه ومع الخطاب بتاعه بالشكل ده، فحاجة أنا عن نفسي مبسوط جدا الحمد لله. كلنا مبسوطين بيك الحمد لله، ومبسوط مع مبتدا طبعا. ربنا يخليك، انت مشرفنا. ايه تحديدا اللي كنت بتراعي يبقى في مانيفيستو ممكن يخلي مهرجان زي ده يكرمه؟ اكيد كانت في حاجات معينة في دماغك بتعملها وبتحاول البرنامج يفضل ماشي عليه. باختصار شديد جدا، قالب إذاعي مختلف عن كل ما يقدم بالنسبة للمادة السياسية الإذاعية، إن هي تراعي مسألة التثقيف والترفيه، خط واضح في السياسة التحريرية للبرنامج، ما بنخليش المستمع يبقى عنده عناء علشان يعرف إحنا عايزين إيه أو نوصل ليه، لا إحنا واضحين جدا بنتناقش بأكبر قدر من الموضوعية، دايما ما بنقولش كلام على سبيل الشائعات، دايما مصادرنا موجودة وموثقة، فالحمد لله كسبنا احترام الناس وكسبنا احترام المستمعين، والف شكر لجمهور 90 90. الحمد لله. احنا داخلين على السنة الجديدة، اكيد في تحضيرات خاصة بالتطوير وبالبرامج الجديدة، احمد الطهري بيعمل ايه 2016؟ المانيفيستو باذن الله مكمل في الخريطة الجديدة، لسه الاستاذ طارق يعني مبشرني بالموضوع ده، وبنعمل ورش عمل دلوقتي مع تيم الاعداد علشان نطور اكتر ان شاء الله في الشكل، وباذن الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. احمد الطهري قريبا على شاشه التلفزيون، ده خبر ممكن نسمعه ولا لسه ولا ايه؟ ان شاء الله. مبتدا.com